ابتدي بقى بندى، معلش يا جماعه بستاذنكم يعني ابتدي بندى دايما ليديز فيرست، ودايما انا شويه منحازه للستات. ندى انت مؤهله لفردي، مؤهله في لعبه السلاح او السيف. السيف مظبوط، تلعبيها من امتى؟ انا بلعب تقريبا بقالي 9 سنين، داخله في 10 سنين. انت عندك كام سنه؟ قولي لي حياتك، بتدرسي ايه او خلصتي ايه او كده؟ انا عندي 23 سنه، بدرس في كليه طب قصر العيني. طب القاهره. انت دكتوره في الطريق، في سنه 6 بكالوريوس اخر سنه. بلعب بقالي تقريبا 10 سنين دلوقتي. يعني ما حدش يتخيل انه مع دراسه الطب الصعبه اللي كلها فيها جزء عملي وجزء نظري ودراسه مش سهله وسنواتها طويله، ان في حد يبقى عنده هوايه ورياضه يكمل فيها وان هو يتاهل حتى الاولمبيكس. هو الحمد لله، يعني انا من وانا صغيره متعوده ان انا دايما بلعب رياضه جنب المدرسه، اللي هو بقى باكل في العربيه والبس قبل التمرين، ويعني على طول حياتي كده. فهو جزء طبعا تنظيم الوقت وكده، والجزء الثاني ان انا طول عمري يعني تقريبا بعمل ده. وتالت حاجه ان انا يعني بحب التمرين قوي وبحب الطب يعني. طب خلصتي يعني امتحانات؟ عندك امتحانات بقى؟ عندي امتحانات. هتعملي ايه؟ في امتحانات باجلها. انا امتحانين، انا اخر سنه بكالوريوس، فبمتحن في شهر، بمتحن من نوفمبر وبتخرج في يناير. فيعني الاولمبيكس تخلص في اول اغسطس، فان شاء الله ان شاء الله ابتدي. قلقانه بقى ولا ايه؟ عندك اكيد. انا شاركت في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بس كنت صغيره فما كانش لسه عندي الخبره، وريو ادتني خبره كبيره قوي، فحاسه ان انا المره دي يعني رايحه بطريقه مختلفه، ان انا عايزه اعمل حاجه احسن، وعايزه مش بس يعني العب باسم البلد وكده، لا انا عايزه اعمل نتيجه احسن ان شاء الله. فمن الخبره بتاعت الاولمبيكس اللي فاتت ان شاء الله ان انا اقدر اعمل المره دي نتيجه ان شاء الله. يا رب.